اللينفينود اكزامينيشن، احنا بنأكزامن اللينفينودز فور سيمتري وليمفادينوباثي. الليمفادينوباثي اللي هو تضخم الليمفينودز. طيب لو لقينا الليمفادينوباثي بنكومنت على 7 حاجات: السايت، السايز، الكونسستنسي، والامالجميتد. امالجميتد يعني مالتيبل فيوزد ليمفينودز، كذا ليمفينود متجمعين مع بعض، والتندرنس، والسكين اوفرلاينج، والادهيرنس تو اندرلاينج ستراكشر اور اوفرلاينج سكين. الكونسستنسي ممكن تكون سوفت، رابري او هارد. لو سوفت عادي مفيش اي مشكله، لكن في حاله الليمفوما بتكون رابري، ولو هارد اشك ان في مالجنسي او جرانيلوماتس انفيكشن. التندرنس لو انا ببلبيت لقيت ان في تندرنس يبقى ده انفيكشن، لو نون تندر يبقى ده مالجنسي. غالبا الاطفال من سن 2 ل 12 سنه كده بيبقى عندهم ليمف نودز في النك، وده بسبب الانفيكشنز المتكرره. عظيم جدا. طيب دلوقتي انا اعرف ازاي المالجنت ليمف نودز دي بتكون لارج، هارد، نون تندر، amalgamated، وبتبقى fixed في الunderlying scan والoverlying scan، يعني مش movable. طبعا احنا عندنا lymph nodes كتير في جسمنا، بس ال most important lymph nodes بتكون موجودة في الهيد اند نك والاجزيلا والانجوينال اريا. لو قالك ان حوالي تلت lymph nodes الموجودة في البودي بتبقى في الهيد اند نك. طيب احنا لما بنيجي نexamine بنبدأ من الكرانيال للكودل، يعني بنبدأ بالهيد اند نك اللي هما السيرفايكل، سوبرا كلافيكولر، وفي جروب في في البوستيريور تريانجل اوف ذا نك عند الجاجلر فينز كده. السيرفايكل lymph nodes اللي هما الاوكسيبيتال وال pre and post auricular والsubmandibular والsubmental، وفي غيرهم تاني بس ديب زي مثلا التونسيلر كده. الطبيعي ان السيرفايكال ليمف نودز بتكون اقل من 2 سنتي، لو اكبر من كده يبقى في انفكشن او مالجنسي زي ما قلنا. السبكلافيكولر ليمف نود دي موجوده فوق الكلافيكل كده، ولو لقيناها انلارجد ده بيريفير لي ثراسيك او جي اي تي مالجنسي. هعرف ازاي ان هو ثراسيك ولا جي اي تي؟ لو الانلارجمنت ده في الليفت سوبرا كلافيكولر ليمف نودز يبقى ده ابدومينال مالجنسي، لكن لو الانلارجمنت في الرايت سوبرا كلافيكولر ليمف نودز ده انتراثراسيك مالجنسي. تمام كده خلاص الهيدن نيك ليمف نودز. ندخل بقى في الاكزيلاري ليمف نود. الاكزيلاري ليمف نود دول 5 جروبات. اول جروب الانتيريور او اسمه البيكتورال، ده موجود انتيريور تو الاكزيلاري فولد وبيدرين التشست والتشست وول. تاني جروب اللي هو البوستيريور، البوستيريور ليمف نود ده بيدرين بارتس من الارم والتشست وول. اللاترال جروب او البريكيال جروب ده بيدرين الارمز. في جروب الرابع اللي هو السنترال جروب، ده بيصب فيه كل الجروبز اللي فاتت دي وموجود عند البيز اوف ذا اكزيلا. الجروب الخامس وهو الابيكال جروب. الاكزيلاري ليمف نودز لو اقل من 3 سنتي كده نورمال، لو اكبر من كده يبقى احتمال انه يكون انفكشن او بريست كانسر او ليمفوما. فاضل لنا جروب واحد وهو الانجوينال ليمف نودز، ودي بتتقسم لاثنين هوريزونتال وفيرتيكال. الهوريزونتال بيلو الانجوينال ليجمنت وريسبونسبل فور دريننج بارتس من الجينيتاليا، الترانك اند لوور باك. الفيرتيكال دي ادجيسنت تو الجريت بروكسيمال سافينوس فينز وبتدرين الليمفاتيك فلويد فروم اللور ليمبس. Thank you.